شو؟ ليش هيك زعلانة ومو على بعضك؟ لا ما في شي، بس شوف يمكن المساء يجوا لعنا ماما وأخي زياد. كتير منيح، أهلا وسهلا. بس خالتي كتير متضايقة ومعصبة مني، يعني أنا بصراحة خايفة اليوم هي ما تقبل تطلع تقعد مع أمي وأخي زياد. لا يا إيمان، أمي قد ما عصبت وتضايقت مستحيل تعمل هيك شي مع ضيوفها. حذري شو؟ أنا جوعان، هاي فحص وخلصنا، خلينا نروح نقعد بشي مكان وناكل شي شغلة. لا يلا لا هم لا يلا. ماني جوعانة. ليش مانك جوعانة يعني؟ ماني جوعانة وما بعرف، حاسة معدتي من امبارح عم توجعني. طيب ليش ما قلتيلي؟ خلينا نروح. لا شبك ايه بعد، هاي شغلة بسيطة مو حرزانة نروح ندور على دكتور مشانا. بلا إيمان لازم نروح على الدكتور هلا، أمك رح تجي المسا وإذا عرفت إنك تعبانة وأنا ما أخذتك على الدكتور والله رح تبهدلني. يلا أمشي بسرعة حبيبتي. يلا يلا. إيه لا تخاف، أمي كتير بتحبك وما بتعمل هيك شي بالمرة. طيب معناها هلا منروح بناكل شي شغلة وبعدين منروح على الدكتور نطمن عليك. يلا قوم. لا إيه بعد بلا الدكتور.